لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يا نحفص لو غير أعرب عثمي يا نحفص بدل عوشي ستخار سعد جيهوا يأفق الشيشو شنداخي عن عزي أخران شكتكما شنداخي عن عزي أخران أشهد يا نحسو جوه ويعقى بشدو يا نحفص بدل جيتكار أعرب ما فمي وشقيت صفاتها يا برا ثرثار متشدق أدرب التفيه ثلاثة ثرثار تصاعيا أبد أبو تشدق لو جت صاعيا ثم متفيهقة متفيهقة نصف رجلا أظن ثلاثة ثرثار ثرثار يعني باشر وشعر يعني فار ويكت ويكت تبع جت في حالي صار باشر وشعر متشدق رو شعر زخرة يعني زمنش ما زخرف جو صبا زيادة دووي مخدو يعني زيغة شوكي ورغ وشوان فدسقي غسا ورعو جاري عيا عرت يعني جا صفات كر زر آية خمسكي صف مئة جاسة مثلا زبايك زابران زبان دوكشاء زبرا مثلا عادي قد دوكشاء جماعة قوة التصرا تم أهموه دكتور ريع قدو قزب فريش مي بشاء غر وشوان قوكي ورغ فدو قزر يعني صف مئة جاسة فدو صفات كر يعني داك خد عرتي عبد الصفات كر زخب خنفا يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله